واليوم دكتور هيمد غادي نتكلموا مع مستمعاتنا على موضوع لون الشعر، صباغة الشعر، وصفات طبيعية. شنو هي أهم الألوان اللي غادي نقدموا اليوم لمستمعاتنا؟ فغادي نقدموا اللون الأحمر، الأشقر، البني والأسود. والأسود. فمرحبا بكم. أي سؤال عندكم على وصفة صباغة طبيعية للشعر، للعناية كذلك بالشعر، لأنه الصباغة كتقدر تأثر على الشعر إذا ما تستعملاتش بواحد الطريقة صحيحة. فاليوم بغيناكم تقولوا لنا شنو هي تجاربكم، ومرحبا بكل أسئلتكم. وغادي ناخذ بداية أسئلة المستمعات، أسئلة مختصرة، لأن عندنا أسئلة كثيرة وأنتم كتفهموا هادشي، حنا كنبغيو نوفيو كل واحد حقه. يلا غادي نبداو معنا فاطمة من تطوان. صباح النور فاطمة. صباح الخير لالا. صباح الخير يا سناء. مرحبا بك معنا في حديث مغزل. الله يبارك فيك. صباح النور اختي، كي دايره؟ كلشي بخير؟ صحه لاباس؟ لا بس الله يبارك فيك. نعم اختي، شنو السؤال ديالك؟ مرحبا. السؤال ديالي هو ان عندي ديك الوصفه الهنديه اللي كنت درتيها في الصباح، لازم صباحياتك زيت. الوصفة الهندية هي وصفة مسجلة حديث مغزل مع سناء الزايم، فقال وصفات أي وصفة كتكون شهيرة فهي كتكون هنا في العائلة الكبيرة ديالنا في أصوات، ومنها من أصوات كنحاولوا نفرقوها على أهل منابر إعلامية أخرى باش كيستفدوا منها، ولكن أصوات راه هنا فين كتسجل هاد الوصفات هذه، كانت بين قوسين. أي أختي، هاد الوصفة هادي خصني نعملها وأنا عندي ارتفاع ضغط العين. ما الوصفه ما عندها علاقه بها سي دارا. فهمتك. زوين هذا السؤال هذا باش حتى الاخوات يستافدوا. الوصفات ديال التجميل اللي كنستعملوا في الشعر، اللي كنستعملوا في الجلده، ياك يعني كنديروها في البشره ديالنا، ما عندهاش علاقه بالامراض المزمنه. بحال دابا الناس اللي عندهم الضغط ديال العين، اللي عندهم مثلا مشاكل في العين بحال الجلوكوم، بحال بزاف ديال المشاكل، او مثلا اللي عندهم طونسيون طالع، او داء السكري، او امور اخرى. ملي كنهضر على الجمال والجمال ديال الاخوات او الجمال الانسان اللي بغى يستعمل هذه الوصفات، فهذه الوصفات كنعطيها باش تكون بصفه امنه، حيت كون كانت هذه الوصفه غادي تضر مثلا المراه الحامل او المراه المرضع او الناس اللي عندهم طونسيون او الناس اللي عندهم سكر، فانا كنقولها لكم، كنقول لكم اللي عنده طونسيون ما يديرهاش، واللي عنده مثلا شي مرض ما يديرهاش. اما هذه الوصفه يمكن لك تستعمليها يعني بعينك مغمضه، وان شاء الله غادي تعطيك نتيجه اختي. وحنايا كنقولوا لك تهلا في راسك. فاطمه معنا اسماء من قنيطره. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك معنا على راديو اصوات اسماء، مرحبا بك. شنو سؤالك؟ عافاك، بغيت نهضر مع الدكتور عماد. نعم اختي انا معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عافاك، عندي مشكل ديال الشيء في شعري، وبغيت شي صباغه طبيعيه، وفي نفس الوقت بغيت شي وصفه طبيعيه باش ما تقليش الشيء في شعري. ما يبقاش اذا الصباغه نعاونوك ان يتصبغ هذا الشيب، ولكن الشيب خصو واحد الوقيت باش كيتحدى. الوصفات الطبيعيه اللي كيداروا ديال الشيب هي وصفات كتحد منه ماشي كتحيدو، باش نتفاهموا. والصباغه هي اللي كتضرقو، ياك؟ قولي لي اللون ديال الشعر ديالك كي داير؟ الشعر ديالي لون عادي، ماشي كحال، ماشي بني، يعني لون في الوسط، ماشي كحال. واخا، وشنو لون البشره ديالك اسماء باش نقدروا نعطيوك واحد اللون اللي غيوالمك؟ البشره ديالي ماشي بيضه وماشي سمراء، يعني في الوسط. كلشي ماشي. بيني وبينك. وشنو اللون اللي بغيتي؟ شنو اللون اللي انت يعني خاطر؟ العينين ديالي في الكحال والحجبان ديالي في الكحال، بغيت اللون في الكحال. واخا، نعطيوك وصفه لصباغه الشعر والحصول على اللون اسود. خليك متابعه معنا البرنامج، غادي نوفيوك طلب. تهلا في راسك، تحيه كبيره لكم قنيطره. عفوا، بغيت نمره التليفون الدكتور عماد، واش ممكن؟ السي عبد الرحيم ما يعطيك ان شاء الله. شكرا لك. مرحبا بك. لبنى من صويره، صباح النور. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اختي سناء لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك لبنى. الدكتور عماد، تبارك الله عليك الدكتور عماد، اي وصفات زوينه. الله يبارك فيك اختي. خصوصا ديال الخرقوم البلجي، خرقوم البلجي زوينه. جربتيها ولقيتي عليها راحتك؟ عطاتني واحد النتيجه زوينه كاع بزاف. بالصحة والراحة، وهذه شهادة كنفتخروا بها لبنى. واليوم انتي كتواصلي معنا، عندك طلب جديد اعتقد. ندوي مع الدكتور عماد على صباغة الشعر. اييه، درتها لشعري ديكاباج، يعني ردت لي شعري حال في حالة. أيه. باش يطيح. نعم بزاف، يعني درت شحال هذه باش درتيها اختي؟
انا درتها يعني درتها شحال هذه في عام هكاك، ولكن بقى الاثر وبقى الاثر ديالها وبقى الاثر، ولكن باش صبغت عليه داك اللون ما عجبنيش ورجعت درت لون اخر. فهمت. يعني مده ايام درت لون اخر. وهاد ديكاباج هذا اللي درتيه اختي واش درتيه يعني خديتيه لراسك صايبتيه ولا صايبتيه فشي ما فشي 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 صالون؟ راسي انا صايبتو راسي. ايوا هذا هو الغلط، هذا هو الغلط اللي كديره اختي وكيديروا بزاف ديال الاخوات، ان اي عمليه اللي صعيبه شويه على الشعر ديالنا او على الدات ديالنا ضروري كنمشيو في مراكز متخصصه. الا انا تشهيت مثلا ندير واحد يعني واحد الترطيبه ما غنوضش نديرها لراسي، لان كاينين ناس اختصاصيين، كاينين صالونات فيه ناس اختصاصيين اللي كيصايبوا هذه الامور هذه. التصويرات تبارك الله راه عندكم مجموعه نعم. ديال المحلات ديال التجميل كاين يعني الخبراء اللي ممكن تستشر معاهم، وهما كيعرفوا الدرجه ديال الترطيبه شحال، كيعرفوا داك التركيز، كيعرفوا معايش كتخلط في هذو كل امور اللي كتقرا امور ديال الناس مختصين. هذه كانت بين قوسين. اذا في الاول بعدا كان منين وقع لك هذاك المشكل ديال الديكاباج ما غاديش تزيدي عاوتاني فوق منه الصباغه، لان ما غادي تستافدي حتى حاجه، غير غادي تزيدي تضري الشعر ديالك. دابا النصيحه اللي كننصحك وكننصح كاع الاخوات اللي داروا الديكاباج والشعر ديالهم تضرر، فكتعرفوا الزيت اللي كيهضر عليها الدكتور عماد دائما اللي هي زيت اللوز الحلو. اذا زيت اللوز الحلو غدهنيها على الجلده ديال شعرك وشعرك وتباتي بها. دهنيها يعني ماشي غادي تاخذي منها كاس، غتاخذي شويه غديريه في يديك، غادي تحكي يديك بجوج وغدهني جلدات شعرك وشعرك، وبقيت باتي بزيت اللوز الحلو على الاقل واحد المده ديال شهر. ومن الاحسن انك تمشي حتى لشهرين ما تستعملي حتى شي حاجه كيميائيه للشعر ديالك، وان شاء الله الشعر ديالك يرجع الحيويه. ومن بعد اي وصفه من الوصفات اللي كنعطي للعنايه بالشعر، لا في الصباغه ولا في الوصفات التساقط او الوصفات ديال التطوال ديال الشعر، فيمكن لك تستعمليها بطريقه امنه. ولكن دابا ما غديري حتى حاجه، غتمشي وغتستعملي زيت اللوز الحلو للشعر ديالك، وغادي غتستعمليها على الاقل واحد المده ديال الشهر، ومن الاحسن مده ديال شهرين. دنيا على صفحه ديال الفيسبوك كتبات انها دارت ترطيبه وقرا عليها شعرها وكتسولنا على وصفه، نفس النصيحه غادي نقدموا لك دنيا، هي وصفه بسيطه، غادي تبداي تدهني شعرك بزيت اللوز الحلو المده ديال شهرين في الليل. ملي كنهضروا على الديكاباج كنهضروا على الترطيبه كنهضروا على كل هاد الامور هذه اللي كيستعملوا السيدات، واللي اليوم من خلال الشهادات ديالكم مستمعاتنا كتبان انها عندها ضرر حقيقي وضرر كبير على الشعر. فالنصيحه دكتور عماد، نعم نحاولوا نتجنبوها، نحاولوا نتجنبوها نهائيا ونديروها في محلات مختصه. ومساله اخرى بين قوسين، الوليدات ديالنا اللي كيديروا ترطيبه لشعرهم راه عندها اضرار على الصحه ديالكم، عندها اضرار على الخصوبه ديالكم، ردوا البال. فالاخوات اللي كيسمعوني يحاولوا يبلغوها الازواج ديالهم، الخوت ديالهم، يعني كاع الرجال او الذكور اللي دايرين بهم، يبلغوا لهم هذه المعلومه، راه الترطيبه ما كتصلحش الرجال. كيديروها حتى الرجال. اكيد، ودايره ضجه ويعني وفيها اختراعات، حتى لدرجه انك وليتي كتدخل للصالون ديال الرجال كتولي كتلقى الترطيبه على الاشكال والانواع. والله الا كيغيظني الحال بالله. اذا الله يجازيكم بخير، راه هذه كنتحمل المسؤوليه ديال هذه الهضره هذه. الترطيبه ما كتصلحش للرجال، راه غادي تاثر لكم على الخصوبه وعلى الهرمونات ديالكم. معنا من رشيد يا فاطمه، صباح النور فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك على راديو اصوات مباشره، احنا دائما في حديث ومغزل. لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. كي داير الدكتور عماد؟ لاباس بخير اختي، ملي كنسمع صوتكم الله يبارك فيك. نعم اختي، شنو السؤال ديالك؟ بغيت نسولك، عافاك انا ما عمري ما استعملت شي صباغه على الشعر ديالي، لا كيميائيه ولا طبيعيه. وبغيت ندير اللون الاشقر، ولكن عندي كيس دهني في الراس ديالي. نعم، اذا يعني الجلده ديال شعرك دهنيه. كاين فيا واحد الكيس دهني متبعه مع الدكتوره ديال الجلد، قالت لي حتى يكبر واحد شويه ونقدروا نحيدوه. هكاك ايوا ان شاء الله. ما عمري ما نعم نعم نوع من الكيس. ما دارت الصباغه، واش اليوم اذا بهذا الكيس اللي عندها في الراس ديالها تقدر دير صباغه طبيعيه؟ تقدر ديرها، ما كاينش مشكل، لان اصلا غتشوف المواد اللي فيها مواد امنه اللي ما غدرش الجلده ديال الشعر ديالها. وحنا غادي نقدموا لك هذه الوصفه فاطمه، خليك في الاستماع معنا لراديو اصوات باش ان شاء الله نفيدوك ونفيدو كل الاخوات. غنقدموا لكم وصفه طبيعيه لصباغه الشعر للحصول على لون اسود، اخرى للحصول على لون الاشقر، اللون الاحمر واللون البني. معنا رجاء من سيدي سليمان، اهلا رجاء. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كي دايره اختي سناء؟ بخير اللهم لك الحمد، مرحبا بك على راديو اصوات.
ربي خليك يدير الدكتور ديالنا الدكتور عماد. بخير اختي ما كنسمع صوتكم الله يبارك فيك. نعم اختي نشكرك بزاف على هاد الوصفات الجميله. وانتي اهل الشكر والجزاء اختي الله يبارك فيك. نعم اختي شنو السؤال ديالك؟ عندي واحد جوج اسئله الله يجازيك بخير. مرحبا. معايا طوما تديشي الخط. يلا نعالجوا هاد الاسئله ان شاء الله. شنو بغيت ندير نصبغ شعري باللون القهوي. اييه ولكن شعري خفيف بزاف وناشف وقصير. أيه. يعني قطعته باش زعما يطوال وداكشي ولكن بقى قصير. ولكن ملي قطعته ما عاودش طوال. دابا بيني وبينك بيني وبينك منين قطعتيه واش درتي ليه وصفات طبيعيه ولا ما درتيليش؟ لا ما درتيش. ما تكذبيش عليا. لما درتوش وصفه ما درتيش هكاك. اذا هذا سؤال زوين ولكن شعري ناشف. هذا سؤال مزيان. راه منين تقطعوا الشعر ضروري خصكم تعالجوا الشعر. دابا الشجره ملي كنحيدوها كنحيدوا لها داك الجذوره اللي كانوا ميتين وهادي راه كنسقيوها كنعطيوها الاملاح المعدنيه فراه هكاك الجلده ديال الشعر ديالنا وهكاك الشعر. اذا واخا ملي كنقطعوه كنحاولوا نعالجوا الجلده ديال الشعر باش الشعر ديالنا كيطلع مزيان. اذا دائما منين يكون القص ديال الشعر نحاولوا نكثروا من الوصفات الطبيعيه ديال الشعر ديالنا باش نحاولوا نعاودوا نحيوه. صافي تفهمنا؟ دابا شعري ناشف. واخا الشعر ناشف. اذا شعرك ناشف. شنو هي الوصفه الملائمه لرجاء ولكل الاخوات اللي بحال رجاء؟ نعم نشوف هي ديال الشعر خاصه في هذا الوقت هذا. اذا غادي تاخذوا زيت لافوكا وزيت اللوز الحلو ما غنكثرش عليكم. زيت لافوكا زيت اللوز الحلو لاميكدالين زائد فيتامين او. اذا زيت لافوكا وزيت اللوز الحلو معلقه كبيره من كل زيت غتخلطوها وغتوليو كديروها سيروم على الشعر ديالكم. بغيتو ديروها في الليل ماشي مشكل، بغيتو ديروها في النهار ماشي مشكل، لان هذا الخليط هذا ما غادي يضر لكمش الجلده ديال الشعر ديالكم. وديروه يوميا وما تقطعوهش، يعني بقاو متبعينو يوميا فالشعر ديالكم ديما غيبقى مغدي والشعر كيبقى محافظ على اللمعان ديالو والقوه ديالو ان شاء الله. تهلا في راسك وتبع هذه الوصفه شحال المده نعاودو نذكرو؟ اذا المده نستعملوها دائما، هذه الوصفه نبقاو نستعملوها كسيروم دائم، ناخذوا فيها زيت لافوكا وزيت اللوز الحلو. تهلا في راسك رجاء، تحيه كبيره لكم سيدي سليمان مواصلين دائما على راديو اصوات. وحنا الان غادي نقدموا لكم الوصفات الناجحه والمضمونه لدكتور عماد للحصول على صباغه طبيعيه للشعر ديالك لاله وفيها كذلك العنايه بالشعر. هناك ايضا اسئله اخرى اللي غادي نجاوبوا عليها. حنا دائما معكم مباشره تل 12 برنامجكم النسائي المفضل حديث ومغزل. دكتور عماد اول شيء غادي نبداو به اللي عندنا مطلوب هو اللون الاسود. نعم فاللون الاسود غادي ناخذوا الحبه السوداء مطحونه ماشي الشان وجه الحبة السوداء مطحونة زيت القطران وزيت الزيتون. إذا في كل صباغة غادي يكون عندنا مثبت أن فيكساتور. إذا هنا المثبت اللي عندنا هو زيت القطران. الحبة السوداء مطحونة كناخدو منها معلقة كبيرة، زيت القطران جوج معالق كبار، وخمسة المعالق كبار ديال زيت الزيتون. هاد الخليط كنخلطوه مزيان، كنخليوه نص ساعة في حمام مريم، ومن بعد كندهنوا به الجلده ديال شعرنا وشعرنا وكنخليوه مده ديال ساعه ومن بعد كنغسلوه. غير هي العمليه هذه شويه غادي نزيدوا فيها نهار. اذا غنديروها ثلاثه ديال المرات في السيمانه، ثلاثه ديال المرات في الاسبوع. وغادي نداوموا عليها على الاقل مده ديال 4 شهور لان الصباغه الطبيعيه كتاخذ شويه ديال الوقت. إذن هذا بالنسبه كانت اللون الاسود. نعاودوا المواد نعودو. اللي كتكون من هذه الوصفه. نعم. للحصول على صباغه طبيعيه لون اسود اكيد. فغادي ناخذوا الحبه السوداء مطحونه معلقه كبيره، جوج معالق كبار ديال زيت القطران، وخمسه المعالق كبار ديال زيت الزيتون. هذا الخليط كامل كنخلطوه كنحطوه في حمام مريم مده ديال نص ساعه، ومن بعد كندهنوا به الجلده ديال شعرنا وشعرنا كنخليوه مده ديال ساعه وكنغسلوه. العملية كنديروها ثلاثة المرات في الأسبوع وكندوموا عليها مدة ديال 4 شهور على الأقل. دكتور عماد في هذه الوصفة كاين القطران والزيت البلدية اللي هما مزيانين لتساقط الشعر، وهذا هو السؤال مثلا ديال حنان على الصفحة ديالنا ديال الفيسبوك. نعم. واش إذا هذه الوصفة أيضا مزيانة لتساقط الشعر؟ أكيد غتكون مزيانة لتساقط الشعر لأن الوصفة الآمنة لصباغة الشعر خصها تكون كتعالج وكتصبغ في وقت واحد، فهاد الوصفة كذلك يمكننا نستعملوها ضد التساقط ديال الشعر. عندنا أيضا طلبات الصباغة أو وصفة ضد الشيب المبكر، هناك نعم. نسرين وأخوات واحد آخرين كتبوا لنا على الفيسبوك دائما، وهناك أيضا سؤال اللي طرحته علينا أسماء من القنيطرة، الشيب في شعرها وبغات وصفة طبيعية اللون الأسود، نعم. إذا هاد الوصفة اللي قدمنا واش غادي تنقص كذلك من الشيب؟ تحبس الشيب غير هما يزيدوا فيها الزيت ديال الخزامة.
اذا السيدات اللي عندهم الشيب او الشيب المبكر يزيدوا معلقه كبيره ديال زيت الخزامه في هذه الخلطه هذه. سؤال اخر، الشعر باش يستافد من هذاك الصباغه الطبيعيه، واش من الاحسن ما يكونش نقي بزاف؟ يعني ماشي السيده يلا غسلت شعرها، واش تكون دازت عليها واحد يومين ثلاث ايام ديال غسيل الشعر؟ فهذا ما كيهمش، لان هذه الصباغه غادي تاثر في الجلده ديال الشعر، فكما كان كان مغسول ولا ماشي مغسول ماشي مشكل. غادي ناخذوا الان الوصفه للحصول على اللون البني يعني القهوي. قهوي نعم. فغادي ناخذوا الكركديه مطحون، قهوه سريعه الذوبان، قهوه حبوب ما مطحوناش، الباديان، وخل التفاح. خل التفاح عندنا هو الفيكساتور. اذا الكركديه مطحون جوج معالق كبار، قهوه سريعه الذوبان معلقه كبيره، قهوه حبوب كتاخذوا 10 ديال الحبات فقط، الباديان كتاخذوا منه جوج نجيمات، خل التفاح كتاخذوا جوج معالق كبار. اذا هذا الخليط كامل كتزيدوا عليه نصف لتر ديال الماء، يعني نص سيترو ديال الماء، وكيتغلى فوق البوطه، هو يغلى فوق النار حتى كتطلع الغليه الاولانيه، من بعد كتخليوه هليله كامله حتى كيطلق في بعضياته، وكتصفيو هذاك الماء. هذاك الماء كل مره كتبغيو تستعملوه، لان هذاك الماء غادي يدوز لكم على الاقل واحد 10 ايام ولا 12 ولا 12 يوم. اذا هذاك الماء كل مره كتستعملوه كتدفيه واحد شويه وكتاخذوه وكتمسحوا به او كتخللوا به الجلده ديال شعركم وشعركم، حتى كتقيس الشعر كامل والجلده ديال الشعر، وكتخليوه مده ديال ساعه ومن بعد كتغسلوه. ونفس العمليه ثلاثه المرات في الاسبوع، وعلى الاقل كتداوموا على هذه المساله هذه مده ديال 4 شهور. الان مستمعاتنا وحنا دائما مباشره في حديث ومغزل، غنعطيكم صباغه الشعر الطبيعيه للحصول على اللون الاشقر. نعم. فكناخذوا البابونج، الخرقوم بلدي، قشور البرتقال، وخل التفاح. نعود، البابونج، الخرقوم البلدي، قشور البرتقال، وخل التفاح. والفيكساتور عندنا هنا هو قشور البرتقال مع خل التفاح. وهاد الوصفه غدير فيها السيده الخرقوم. الخرقوم نعم. الان اللي نجح في الوصفه ديالك دكتور عماد لمحاربه البقع السوداء والكلف، غادي تدخلوا السيده في صباغه طبيعيه باش تحصل على اللون الزهر. نعم. يعني فغادي ناخذوا جوج معالق كبار ديال البابونج مطحون، خرقوم بلدي غتاخذوا نص معلقه صغيره فقط، ركزوا نص معلقه صغيره ماشي معلقه كبيره ماشي جوج معالق كبار، دائما ركزوا على المقادير اللي كنعطيكم، لان الا زدتوا عليهم ولا نقصتوا ما غاديش الوصفه ما غاديش تصدق. اذا نص معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، اذا نعاود البابون جوج معالق كبار، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، القشور ديال البرتقاله وحده، وخل التفاح كديروا جوج معالق كبار. هذا الخليط حتى هو كتزيدوا عليه نص سيترو ديال الماء، كتغليه فوق البوطه حتى كتطلع الغليه الاولانيه، كتخليوه ليله ومن بعد كتصفيوه. ودائما ملي غتبغيو تستعملوه كذلك كندفيوه واحد شويه وكندهنوا به الجلده ديال شعرنا وشعرنا، كنخليوه مده ديال ساعه وكنغسلوه ثلاثه ديال المرات في الاسبوع، وعلى الاقل كنستعملوا هذه الوصفه مده ديال 4 شهور. وان شاء الله في الشهر الثاني كتولي كتبان لكم النتيجه. دكتور عماد، بالنسبة للون البني واللون الأشقر، واش الوصفة أيضا ممكن السيدة إذا كان عندها الشيب غتزيد فيها زيت الخزامة؟ تزيد فيها زيت الخزامة، أو هنايا عندنا محلول، إذا تلوح واحد شوية ديال اليازير. إذا مادام عندنا هنا الماء، إذا منين غتبغي تصايب الوصفة ديال الشعر البني أو الأشقر، زيد واحد المعلقة صغيرة ديال اليازير مطحون وديروها مع هذا الخليط هذا، وان شاء الله غادي تكون كتحبس لكم الشيب. اذا رجاء ها هي الوصفه للحصول على اللون البني، فاطمه والاخوات كذلك هي الوصفه للحصول على اللون الاشقر. وهناك واحد اللون ايضا اللي مطلوب عند السيدات هو اللون الاحمر يعني اكاجو. نعم. فاللون الاحمر شنو كناخذوا فيه؟ كناخذوا فيه عائله الغيبياسيليه اللي كتعطينا ذاك اللون الاحمر، يعني في تقسيم ديال لابوتانيك. فشنو عندنا فيها؟ عندنا فيها عويد القرفه، وعندنا الكركدي،
عندنا الفوة ديال الغوبياسي فيها القرفة وفيها الفوة ولكن ردوا معايا البال. إذا عويد القرفة ولكن الكركادي هنا راه وراق. إذا ملي كنستعملوه وراق كنستعملوه للشعر الأحمر. وهنا كيديروا الغلط الأخوات، منين تبغيو الشعر الأحمر الكركادي خصو يكون وراق ماشي مطحون، لأن ملي كيتحل الكركادي كيتأكسد، ومن كيتأكسد كيولي غادي اللون ديالو اللون ديال الحديد، يعني كيمشي لينا لذاك اللون اللي غادي القهوي. فهذاك اللون القهوي ملي كيكون مطحون كيصلح لينا باش نصبغوا به الشعر البني، ولكن ملي كيكون وريقات حمرين كيصلح لينا باش نستعملوا اللون الاحمر او اللون اكاجو. اذا نردوا البال، عويد القرفه، كركدي اوراق، الفوه، ولكن هنا شنو غيثبت لينا هذا اللون؟ القشور ديال البيض، يعني كربونات كالسيوم اللي عندنا في قشور البيض هو اللي كيثبت لينا هذا اللون الاحمر في الشعر ديالنا. اذا الطريقه ديال الاستعمال، كتاخذوا عويد ديال القرفه واحد متوسط، الكركدي اوراق كتاخذوا منها ثلاثه ديال المعالق كبار، لان الكركدي اوراق كيكون شويه خفيف، اذا كناخذوا ثلاثه ديال المعالق كبار. الفوه كتاخذوا معلقه صغيره ديال الفوه مطحونه. قشور البيض كناخذوا القشور ديال جوج بيضات مسلوقين. هذا الخليط هذا كامل كندقوه بعدا، يعني كان كيتدق وكيتخلط واحد شويه باش كيتدق لنا القشور ديال البيض وداك العويد ديال القرفه كيتدق. ومن بعد هذا الخليط هذا ملي كنخلطوه كنزيدوا عليه نص سيترو ديال الماء، كنخليوه يغلى فوق البوطه حتى كتطلع الغليه الاولانيه. غير هنا الفرق اننا ما كنخليوش الليله كامله، هذا الخليط هذا مباشره ملي كتطلع الغليه الاولى غير كيدفى شويه، كنصفيه في واحد القرعه اللي ما كتكونش كتدخل اشعه الشمس وكنديروه في الثلاجه. من بعد كنوليو كندهنوا به الجلده ديال شعرنا، وشعرنا كنخليوه مده ديال ساعه وكنغسلوه. العمليه كنديروها ثلاثه المرات في الاسبوع وكنداوموا عليها اربع شهور على الاقل، وان شاء الله في الشهر الثاني كتولي كتبان النتيجه. عندنا كذلك مجموعه من الاسئله على الصفحه ديال الفيسبوك اللي غادي نجاوبوا عليها، ولكن قبل فقط غادي ناخذوا سؤال ديال فاطمه، هي معنا على الخط من مدينه اسفي. اهلا فاطمه. السلام عليكم اختي. مرحبا بك معنا على راديو اسواس. الحمد لله، الله يبارك فيك. شنو سؤالك؟ انا عندي الشعر ديالي ناشف شويه وواقف. اييه. واش هاد الوصفه اللي دوزت لها تصلحوا ليا؟ واش دابا هادو حنا الوصفات اللي عطيناك لصباغه الشعر، واش انت باغا تصبغي الشعر ديالك؟ اه شعري نتحل وناشف شويه. يعني بغيتي تحصلي على اللون الاسود. واخا قولي قولي لي اختي، شنو هما المواد الطبيعيه اللي عندك في الدار؟ شنو عندك في الدار؟ اش مزيوت عندك في الدار؟ اش من مواد طبيعيه؟ كاين زيت اللوز، كاين اها زيت الزيتون، ايوا راه عندك كلشي. هانتي خدي زيت اللوز، خدي منها ثلاثة المعالق كبار ياك، ومعلقة كبيرة ديال زيت الزيتون، ثلاثة المعالق كبار ديال زيت اللوز ومعلقة كبيرة ديال زيت الزيتون، وتخلطيهم مزيان وتولي كدهني بهم شعرك من الليل لليل، صافي. داومي عليهم على الأقل واحد المدة ديال ثلاث شهور، هو راه في الشهر الأول الشعر غادي يولي مزيان وغيبقى مية، غير هي ديك ثلاث شهور باش تفيكسالك فيه داك الماء ويرجع الشعر للحالة الطبيعية ديالك. وطبعا فاطمة إلا بغيتي تبارك الله ديك الكحولة ديال الشعر تحصلي عليها، ما عليك إلا تستعملي الوصفة اللي قدم لنا دكتور عماد، الوصفة الأولى اللي فيها القطران وفيها زيت العود أي زيت البلدية والحبة السوداء المطحونة. والحبة السوداء المطحونة. عندنا أسئلة اللي بغيت نتفاعلوا معها على الصفحة ديالنا ديال الفيسبوك الرسمية الأصلية سناء الزعيم أصوات، باش تأكدوا أنها الصفحة الأصلية، ما عليكم إلا تبحثوا على شمال الصفحة على استماع لمباشر راديو أصوات. وحنايا طبعا كنرحبوا بالجميع. عندنا أول شيء السيدات اللي كيسولوا على الترطيبة، أعتقد أنه جاوبنا. هناك أيضا خولة كتقول لك صباغة طبيعية لشعرها، لون بني فيه لمش وهي مرضعة. الوصفة اللي قدمنا الدكتور عماد أو الوصفات كلها في الحقيقة، واش تصلح للنساء المرضعات؟ واش تصلح للنساء الحوامل؟ أكيد تصلح لهم، ما كاينش مشكل، يعني حتى الناس اللي عندهم حتى الامراض المزمنه يمكن لهم يستعملوا هذه الوصفات، ما فيهاش خطوره عليهم. فطومه حبله الشعر ديالها كيطيح ليها لدرجه انه بحال قرع، ما بقاتش كتقدر يعني توري الشعر ديالها. نصحوها الناس دير البوماده المضاده للقمل، داك البوماده الزرقاء دون ذكر الماركه. نعم. حيت كتقوي الشعر. مضاده للطفيليات. فهاد المساله ديال الطفيليات والبوماده كتقوي الشعر. وهي حبله حامل. اكيد. فهي كتعطي نتيجه، ولكن علاش كتعطي نتيجه؟ لان الجلده ديال الشعر كتعالج، جلده الشعر كيكونوا فيها ميكروبات، كيكونوا فيها فطريات، وكتعالج كيولي الشعر كثير. ولكن ردوا البال، راه مورا ما كيفوت هذه المده هذه الشعر كيولي كثر او كيولي متضرر كثر من النوبه الاولانيه. علاش؟
لان كتقتلوا حتى الطفيليات اللي كيكونوا نافعين للبشره ديالنا، حيت البشره فيها طفيليات ضاره وطفيليات نافعه. اذا ديك الطفيليات النافعه هي اللي كتعطينا لازوت، هي اللي كتنقي لنا الجلده ديال الشعر، وهي اللي كتقوي الشعر. فردوا البال من الاستعمال ديال هذه المواد بطريقه عشوائيه، هذا بالنسبه للناس العاديين. اما نساء الحوامل ممنوع، ثم ممنوع يستعملوا هذه البوماده هذه وهما حاملات وهما كيرضعوا، لانها فيها مواد اللي كتدخل مع المسام ديال الجلده ديال الشعر وكتمشي مع الدوره الدمويه وكيمكن تاثر عليهم وتاثر على الجنين ديالهم. عندي سؤال ايضا على بعض الوصفات اللي دايره ضجه في النت وكيسولون عليها مستمعاتنا. كنشكركم على الثقه اللي كتوضعوا فينا، واحسن ما ممكن ديري لله هو تستشري معنا مع دكتور عماد قبل ما ديري شي خطوه ولا تستعملي شي وصفه، لانه الوقايه كتبقى خير من العلاج. اول شيء غنبداو به وحنا موضوعنا اليوم على صباغه الشعر هو السؤال ديال ام علي اللي دارت كابتور ديكرون، صيفطات لي واحد الوصفه كتقول لينا ام علي ان هو هذه الوصفه دايره ضجه الان في الانترنت للحصول على لون اشقر ديال الشعر، وصاحب او صاحبه الوصفه كيقول سيستعملوا فيها الخرقوم البلدي 3 المعالق، البيضه، نص كاس زيت العود، 2 معالق ديال الصابون البلدي، والماء ديال الاكسجين نمره 9. وهذه السيده كاتبه ما تخافوش من الاكسجين، حيت ملي كتخلطوه مع الزيت والبيض اذا بالعكس كيرطب الشعر بزاف. تخليوه 3 ديال الساعات وديروا البلاستيك على شعركم باش يسخن، وداك الخرقوم راه كيرد اللون اشقر ذهبي. اما اللي بغاتو شوكولا فغادي تزيد معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. دكتور عماد شنو رايك، السيدات كيستشروا معاك وشنو رايك في هذه الوصفه؟ والخليط ديال الصابون البلدي مع الماء ديال الاكسجين مع الخرقوم شنو غتعطي هذه الوصفه؟ في هذه الوصفه ديما غادي يقول لك راه الدكتور عماد ديما كيضادنا في الوصفات، ولكن مع الاسف ان هذه الوصفات اللي كنشوفها في الانترنت الكثير منا، الا ما غادي نقول 90% ديالها كلها وصفات مغلوطه، وصفات اللي الناس كدير الاجتهاد بزاف. علاش؟ لان هذا الاجتهاد وخاصه في المواد الكيميائيه راه كيمكن يضر الصحه ديالكم وبواحد الضرر اللي خايب. راه هما نتوما تقدروا تسبوا السرطان ليكم وتقدروا تضروا راسكم وتقدروا تاذيوا راسكم وانتوما ما كتحسوش. هكاك كما كيقولوا بالفرنسيه بيتمو، يعني الانسان هكاك عشوائيا غادي ينوض غادي يضر راسو فابور. اذا الاكسجين ولا لوكسيجيني ملي كيتخلط لينا مع الصابون البلدي راه غير هذاك غير هذا التفاعل اللي كيكون ما بين الكبريت وما بين الاكسجين راه مسائل لا يحمد عقباها. يعني غادي ديكاجي لينا الغاز، يعني غازات غادي تطيروا، زائد ان الجلده ديالنا كتحرق، زائد انكم اش كديروا دوك الجذوره ديال الشعر ديالكم كتقتلوهم كيموتوا. حنايا دابا كنضاربوا الشعر غير شويه متضرر، فانتوما كتضروه صافي كتقتلوه وما كتخليوش حتى الفرصه ان داك الشعر نعالجوه ويرجع للحاله الطبيعيه ديالو. فالله يجازيكم بخير. هاد الناس اللي اخترعوا لوكسيجينيك عارفين لاش اخترعوه باش كيتخلط مع واحد المكونات، باش انا مازال كنقول تفاعلات كيميائيه اللي كيعرفوها اختصاصيين في محلات ديال التجميل عارفين شنو كاين، لان الانسان مخير. ايه كنعرفوا بان كاين شي حاجه فيها اعراض جانبيه، ولكن حتى اللي كاع ما اقتنعش وبغى يمشي يدير ولا غادي ندير نمشي ندير بعدا نحاول ندير واحد 50% نحمي راسي نحيد الضرر. اذا هذا الاكسجينيك الله يجازيكم بخير حيدوه من الوصفات المنزليه. الصابون البلدي في الشعر، الصابون البلدي في الشعر اكيد انه ما غاديش يصلح، وخاصه هو غادي يتخلط قال لك بالاكسجيني وغادي يقول لك 100% ان الوصفه خاصها تبقى اكثر من ساعه. اذا الصابون البلدي او اي صابون لاش مديور كيدار وكيتغسل. اما هاد الوصفات هادي اللي كيتستعمل الصابون في الوصفه كيقول لك انك تخليه على الاقل واحد المده ديال ساعه. فالصابون البلدي اللي بقى في الجلده ديال الشعر غادي يكرطها كامله وغادي تحرق وغادي يوليو مشاكل. ريتاج العالمي كتسولنا ايضا على الصفحه ديال الفيسبوك سناء زعيم اصوات، كتستعمل الحنه كصباغه للشعر ديالها باش تصبغ الشيب اللي عندها في الامام، بغات شي وصفه اخرى حيت ما بقاش عندها نهائيا، باش ما يبقاش عندها نهائيا هذا الشيب. العمر ديالها 37 سنه والشيب في شعرها مقلقها بزاف. نعم، فالشيب غادي نديروا التوقيف ديال الشيب. اذا التوقيف ديال الشيب كتاخذوا الزيت ديال السالميه وكديروا فيها معلقه كبيره ديال القشور ديال البصله القهوي اللي كيكونوا على برا، لان هادو فيهم الزنك وفيهم مواد مثبته للتلوين باش الشيب ما كيتكاثرش. اذا كتاخذوا 3 المعالق كبار ديال زيت السالميه ومعلقه كبيره ديال الجلده اللي كتكون على برا ديال البصل القهويه، كتخلطوهم كديرهم في حمام مريم مده ديال ربع ساعه
ومن بعد كدهنوها ساعه، يعني كدهنوها على الجلده ديال شعركم وشعركم، كتخليوها ساعه ومن بعد كتغسلوها جوج المرات في الاسبوع وداوموا عليها مده ديال 3 شهور. عندنا ايضا اسئله اخرى طبعا اللي غادي نجاوبوا عليها. رحمه كتسولنا على ماده دايره ضجه في الانترنت الان. نعم. هي اللبان الذكر اللي كينصحوا به السيدات باش يذوبوه في الماء الورد والماء العادي، وكيتستعمل من بعد كالوسيون لشد بشره الوجه والصدر، صحيح ام خطا؟ خطا، لان اللبان الذكر الثمن ديالو باهت جدا، وكيعرفوا الناس بان الثمن ديال اللبان شحال ساوي، إذن هذا الشيء كله مغلوط. وباش ندهنوه باش يزيد في بعض المناطق ما عنده حتى علاقه هو بالزياده، حيت ما فيش شي ماده شي إيلاستين بحال اللي عندنا مثلا في زيت أرغان، اللي عندنا في زيت التين الشوكي، اللي عندنا في زيت اللوز الحلو، اللي عندنا في زيت البرتقال، اللي عندنا في الزيت ديال الزعفران. هاد الإيلاستين ما كايناش في هاد اللبان الذكر. فعافاكم ما تبقاوش تجهدوا على راسكم، ما تبقاوش تقلبوا على شي حاجه اللي ثقيله عليكم لا في الجيب وثقيله عليكم على صحتكم. ديروا امور بسيطه، انا قلت لكم زيت ارغان الجميل، زيت التين الشوكي، زيت البرتقال، وزيت الزعفران الحر. يلا وحده من هاد الزيوت هذه قلبوا عليها، اللي جاتكم سهله اللي جاتكم رخيصه بداو تدهنوا بها في الليل. دهنوا ديروا مساج ديال 10 ديال الدقائق وخليوها ساعه ومسحوها بلا ما تغسلوها يوميا بالليل مده ديال 3 شهور، وان شاء الله في الشهر الاول غادي تبان لكم النتيجه. هذه لشد بشره الوجه والصدر، يعني ممكن تستعملها كذلك السيده في هذه المنطقه هذه من الجسم باش تمسحها بقطن عادي ما ورد ولا غير عادي باش تبقى ديك الزيت في الدات باش ما يبقاش داك الفائض ديال الزيت وصل. نعم. انا حسن فكر ايضا اللي كطرح سؤال مهم، كنشكركم على هذا التفاعل، كنشكركم مره اخرى على الثقه اللي كتوضعوا في برنامجكم حديث ام غزل. حسن فكري كتسولنا على دهن النعام او زيت النعام، واش كيخفف فعلا من الام الروماتيزم؟ كتحاول تصل بينا وما كيقبض ليهاش الخط. نعم. اذا اختي زيت النعام او دهن النعام لا وجود له، فهذه زيوت اللي كتخلط وكيخترعوا لها هذه الاسماء. علاش؟ حيت النعامه كبيره وحيت النعامه المفاصل ديالها صحاح، اذا هما هاد الناس اللي اخترعوا هذا الزيت. يعني كيبغيو يقول لك بان الزيت جاي من النعام، ولكن هو راه غير زيوت عاديه مخلطه وكتدهن على يعني على البشره ديالكم. ديري الوصفه اللي كنعطي دائما ديال كافوره بلديه، معلقه صغيره ديال الزعتر مطحون، كاس صغير ديال زيت الزيتون، كنخلطهم في حمام مريم مده ديال 15 دقيقه، كنخليوها ليله، ومن بعد داك الزيت كنوليو كندهنوا بها في البلايص اللي عندنا فيهم هاد الحريق هذا. ملك حنان كتسولنا ايضا على وصفه دكتور عماد اللي دهن رؤوس الثدي لانها هي مرضعه، وحنا كنعرفوا على انه في الرضاعه وخاصه اذا كانت الولده الاولى عند السيده كيقدروا الرؤوس يتفلحوا، فهذه كتولي مساله مؤلمه لا للسيده المرضعه ولا يعني للرضيع اللي كيولي كيتعذب. واش هناك وصفه ولا زيت اللي غادي تخفف هذا الالم؟ فما غنلقاوش ما احسن من زيت اللوز الحلو، انا عاوتاني كنعاود نرجع ليها. اذا زيت اللوز الحلو كتدهنوها في الاماكن اللي كيكون عندكم ذاك الضرر ديال الرضاعه، ولكن راه كتعرفوا كل ساعتين خصكم ترضعوا الرضيع ديالكم. اذا منين ترضعوه مباشره كتمشيو كتغسلوا ديك البلاصه كتنشفوها كتدهنوا ليها زيت اللوز الحلو، كتخليوها ساعتين ومن بعد كتغسلوا الثدي ديالكم، وديك الساعه يمكن لكم تعطيوا الرضاعه للوليد يعني ديالكم. يعني السيده قبل ما ترضع تعاود تغسل ضروري الثديين ديالها، وهانتي لاله غادي تحاولي ان شاء الله تخفي عليك هذه المساله هذه وهذا الالم هذا. عندنا سؤال كذلك من ملكه اللي كتقول لنا فروه الشعر كتفرز ليها دهون كثيره، الزغبه عندها ناشفه وضعيفه، ومنين كتستعمل الزيوت كيطيح ليها شعرها، عندها مشكل الحكه والقشره. نعم. انا ربما كنوعد مالكه انه هذا الموضوع ديال القشره وهاد الفطريات ديال الراس نخصوا له حصه كامله في الحقيقه باش نوفيو حقه، ولكن باش نصحها دابا في انتظار نعملوا هذه الحصه غنصحها بواحد الطريقه بسيطه. غتاخذي معلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه، اذا معلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه كتطبخيها مع نص سترو ديال الماء حتى كيتطبخ مزيان، كتصفي داك المحلول وكتشري ديك القريعه اللي فيها الرشاشه، ومن بعد ما كتغسلي شعرك مباشره كترشي بهذاك الماء ديال الحريقه، تخليه 5 ديال الدقائق وديك الساعه نشفي شعرك، وغادي تستعمليه كل ما غسلتي شعرك، يعني بعدا على الاقل واحد المده ديال جوج المرات في الاسبوع مده ديال 3 شهور. عندنا كذلك السؤال ديال حسنه الطنجاويه، واش زريعه الحريقه دكتور عماد واش هي حبوب ولا وراق؟ فهي حبوب زريعه، يعني كزريعه راه كنسمعوا زريعه راه بحال الزريعه، غير دوك الزريعات كيختلفوا في الحجم ديالهم. عندنا اليوم كذلك من انجح وصفات الدكتور عماد وصفه لجمال الجسم، هي الصقله ديال العروس. نعم. اذا الصقله ديال العروس غادي ناخذوا فيها الورد مطحون
غادي ناخذوا فيها الخرقوم بلدي مطحون، قشور البيض، او غادي نرجعوا ثاني للقشور ديال البيض اللي عندها واحد القابليه مبيضه كبيره. الخزامه، الزعتر، اذا نعود الورد مطحون معلقه كبيره، الخرقوم بلدي مطحون معلقه صغيره، قشور البيض مدقوقين غناخذوا قشور جوج بيضات مدقوقين، الخزامه معلقه كبيره، الزعتر معلقه صغيره. اذا هذا الخليط هذا كامل غادي تخلطوه بربعه ديال الصابون البلدي، غيتخلط في الدار مزيان، وحاولوا داك الصابون ما يقيسوش الماء وتخليه في واحد البواطه محافظين عليه. اذا منين تمشيو للحمام غادي تهزهم ديك البواطه القياس اللي بغيتو، لان مع الرطوبه الا دخلتوا هذه البواطه كامله الرطوبه غتخسر. اذا غتاخذوا شويه داك القياس اللي غديو معكم للحمام وكتدهنوه على الداس ديالكم من بعد، يعني ما كتخوي الماء كتدهنوه على الداس ديالكم، كتخليوه 10 ديال الدقائق، من بعد كتغسلوه وكتحكوه بالطريقه المغربيه المعتاده. وطلب وصفة أخيرة اللي غادي نقدمو لكم هي وصفة من كوزينتي ضد التوتر، وهي عبارة على مشروب ساخن، يعني انتزان للسيدة غادي تقدر هي تاخدها أو ياخدها فرد من أفراد الأسرة ديالها ضد التوتر والعصبية. نعم، إذن جوج ديال الحوايج بساط اللي كيكونوا عندنا في الدار، إذن غادي تاخدوا النعناع، النعناع العادي، النعناع العادي والنافع، غير هو النعناع ما غناخدوش العروشة، غادي ناخذو بالحساب 20 ورقة متوسطة، والنافع غتاخذو معلقة صغيرة. إذن 20 ورقة ديال النعناع ومعلقة صغيرة ديال النافع، كتخويو عليهم جوج كيسان ديال العنبة مغليين، جوج كيسان ديال العنبة مغليين باش يجي العبار، حيت ملي كنقول كاس كبير ما كتفهموش، غادي يلا غناخذو جوج كيسان ديال العنبة مغليين حتى يطلقو مزيان، كنصفيو هذا الخليط وكتوليو كتاخذو نص كاس ديال العنبة ساعتين قبل ما تنعسو، وكتداوموا عليه واحد المده ديال شهر، وان شاء الله غادي يعطيكم نتيجه. شكرا لك دكتور عماد، فعلا حصه شيقه ممتعه. مرحبا دائما بكل اسئلتكم طلباتكم.